جيمي قل له للجرسون يجيب لنا لحمه. ليكو شو على فريكه مثل ما هو، هذا مين بده يدولقه؟ يدولقه؟ انا باكله. كله؟ هلا انت شو بدك؟ اللي بده يزيد يزيد، المهم هلا جيب لنا لحمه. لا تخاف جارنا ما بيزيد شيء. إذا جاد شيء باخده معي على البيت، بقصد بناخده معنا على البيت. برني ابني محمود مثل ما بيقول بخور فتان. تيك أوي، ضري بأشعر، شوفي على الطاولات بأخر. هدي جاتنا. معليشي، خليهم للولد الصغير، أنا بستنى. هلا مدام، شلست. اهلين مدام نجاح. اهلين المدام. هيك بدافع. كيفك مدام؟ اهلا وسهلا. تمام الله يخليكي. اهلين، عن اذنكم. سألتني. هي رئيسة قسم عندي بالمديرية. رئيسة قسم عندك؟ ايه. شبك مستغربة؟ انا كل رؤساء الاقسام اللي عندي معينهم النسوان والحلوين كمان. اي مو هذا قصدي. ما كان شو قصدي؟ وهيك انه يروح فكرك لبعيد وتفكري اني بعرفها او متعرف عليها بشي محل تاني. ها بتعرفيني انا ما بلحق هيك شغلات. ايه حبيبي انا بعرفك ومطمنت لك، بس ما حلو رئيسة قسم تخليها تمشي. شو قصدك؟ كان مفروض تعزمها على الطاولة معنا، ما حلو بحقها. لك شو صار باللحمة؟ شو صار باللحمة؟ دايما جارنا صح. وهلا أم محمود إذا لازمك شي بطلب لك. لا تقبريني، شبعت، أكلت عن جمعة أنا. صح وهنا. على قلبك يا هنا. خالصين أستاذ؟ إيه خالصين إيمو. اتركوا هذا صحن الفريكة، اتركوا. أنا عندي القطاط بيحبوا كثير الفريكة، خاصة إذا كانت معمولة بلحمة موزة. تعال زق لي إياها هون، تعال. ازلق تيك اوي. اوان ما بدي اسوكي. اوان ازلق. ام محمود خدي الخبزات كمان. لا الخبزات عيب سليم عيب. هدول مو اليك، هدول مني للقطاط. ايه ها اذا كان رفع قطاط. والمخللات. ايه هات مخلل يبلي بيقتلوا هذا القط اللي عندي. شو بيحب المخلل؟ هات. اه يا حادي الركبه طول السير اضناني. لقف قف بيتماها فازي خور فكان ومدينة السحر. طاف الجمال بها وماءها العذب يروي كل ظمآني. ولا ليش ما عم تبعت لي مقوص مصاري من خور فكان؟ مو عم تشتغل مدير انتاج؟ ابعت لي. حملت كافي بطني 9 أشهر يا حين الترباية فيك. لك تقبرني ما بسخى فيك. تطلع على القبر شيتي شو حلو حلو شي على بالي اكلت حلو. لقوم حرتك بهالمطبخ وساوي عوامة. تقبرني انت من صغرك بتموت فيها للعوام. حرتك 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 اطلع على قبر القمر. القمر معت لك حمى الثانية. يو لك تسكري سكري. الله لا يطحين لأنه صار له زمان ما إجاني طحين. أنا
لان هدول هني حرام احمي الزيت مشانه. بايش بدي حلي درسي؟ بايش؟ احسن شي صار وقته. تركني ما بتركها. تركني ما بتركها. بعرف بدك تنزل تلعب بالشارع مع الاولاد. ما بهرب بس تركني. لك شوفي ليش عم تتخانقوا؟ خلي ام محمود له طاري يتركني. اتركه ليش هالكلام؟ شو خلي ام محمود ينزل يلعب بالشارع مع الاولاد بالحجاره؟ لك اتركه ايميل روح لهنيك طولان. اتركه زبله بقى. سليم حبيبي جاي على بالك تاكل عوامي؟ جاي على بالي اكل عوامي. عندك بحبها كثير. انا كنت طعميتك عوامي بس ما عندي طحين اعمل لك عوامي. هات المصاري بنزل بجيب لك طحين من عند البياض. مو مصاري ما مصاري تفلي دمان. حبيبي سليم بخاف انا بدي نازل عم تقطع الشارع تطرقك سياره يا خسرتي عليك كون انا السبب. لا ما بدي انا بدي مشانك سليم. تعال وشوشك اذا جاي على محلك يا عوامي. اتفقنا؟ اتفقنا. حط كفك هون. لازم بكل قرص كلي قرص انا. هات عالدار شوف مين بابا. تفضل جميل. يسلم. مين ماما؟ جارتنا محمود. مرحبا انا. اهلا يا حبيبتي. كيفك استاذ جميل؟ اهلين تفضلي. لا تفضلي لجنبي لهون لجنبي لهون تفضلي. كيفك ابن عمي؟ بقصد ابو طارق. شلونك؟ اهلا وسهلا. كلي لك لقمة فواكه تفضلي. مالي حسنان اكل فواكه من كتر برادي مو متروس فواكه. مل قلبي من الفواكه واريدة فواكه ان شاء الله. كرمالي. كرمالك رح اكل مشان افتح نفسك للاكل كمان. مزبوط شوفتك لانه تفتح النفس. قرب قرب انت مثل ابني اللي بخور فكان. يقبرني ابني محمود ابن الواوية. يا الله يديم المحبة ام محمود. حط لي غدا. تغديت تغديت. وانت شو عرفك؟ ما شفتي هدوليك الاكلات يلي كانوا بالمطعم شلون شفتهم؟ عيب سليم. بالعكس حكياته كتير ظراف ما بينسى شي ابنك. شو المخلي لك سليم؟ رح اجيب لك صحن نظيف مشان تقشري فيه ام محمود. تفضل تقبرني ابن عمي ابو طارق. تفضل حبيبي. يسلموا. يا اهلين يا ام محمود يا اهلين. تفضلي. هاتي عنك هاتي انا بلقمك. اهلا وسهلا بام محمود. اهلا وسهلا يا نوسك. تفضلي. لا هيك انتوا عم تغصبوني رح تجننوني. لا تغصبها بعدين بتراجع يعني بتتآية. انت سكوت. سكتنا. تذكرت ماما مو قلتي لي اذا بتاخد عشا بالاملاء بجيب لك شغله طيبه؟ واخذت العشره؟ ورجيكي الدفتر؟ لا حبيبي مصدقتك بكره لما ارجع من الشغل بجيب لك شغله طيبه معي. بدي هلا. وهلا شو بدي اجيب لك؟ احملي لنا عوامه. عوامه؟ ومين قال لك انه انا بعرف اعمل عوامه؟ انا بعرف ساوي عوامه. ولا يهمك حبيبي سليم انا بساوي لك احسن عوامه. على قولة اخواننا المصريين لقمه القاضي بالحمص الفواشات. ليه جبتي طحين؟ عند امك منلاقي طحين. لا جارتنا لا تعذبي حالك بكره وانا جاي بجيب لهم معي عوامي. نحن ليش لحتى نستنى لبكره؟ اليوم ابنك جاي على باله ياكل للعوامي. اليوم طعمي عوامي رح اعمل لك جاط هالقد قدو. لا جارتنا ليش تعذبي حالك تفضلي عادي. لك ما في عذاب ولا شيء انا بحب اتسلى بهيك اكلات. تعي معي على المطبخ. تعالي. معلش جارتنا انت اسمي ما بين انا بالحياه. ماشي. ما تحكي ما تحكي وين حاطط الطين؟ يلا جاي جاي جاي. ضبطت. جارتك شو هاد؟ عم دور على الطين ما عم لاقي وين حاطط الطين؟ هيك انتي قولي لي ما كنتي فتحتي كل هالخزن؟ يي علينا ما بدي اعذبك روحي لعند جوزك واولادك. خليك زوج. وين الطين؟ شوفي جارتك هلا قلك شغله هذا ابني وانا بعرفه
لا تردي عليه صغير. شو ما رد عليه طفل واشتهى العوامة ما بيصير واخد 10 بالإملة. بدي أقضي له شهوته. أنا بكرة بقضي له إياها. لا تعذبي حالك. ما في عذاب. وين الطحين؟ يلا هجيب لك إياه. هاتي يلا. وهي الدراب السخن. هاتي طنجرة. إي لحظة. وهي الطنجرة جارتنا. هاتي. روح ريدي عن جوزك وولادك. يلا انا بخفق على العجينه لحالي. يعني ما بدك معاونه؟ لك ما بدي معاونه، بشتغل لوحدي لبلد. روحي انت لعندي. روحي روحي. لا تلبكيني. رايحه رايحه. روحي.